السلام عليكم يا خوتي. مرة أخرى اليوم عندنا ميكانيزم تعلم بوان كات كما يقولوا، راهم يبيعوا فيه ياسر على أساس راهو أم بوان كات. شوفوا الميكانيزم هذا، ديجا عندي فيديو على الميكانيزم هذا تاع رونو، راهو ما يصلحش في الأم بوان كات يا خوتي. هذا أو تاع ديزناف والإكسبريس، راهو رقيق لاكون تاعو، راهي رقيقة لهنا تاع الأم بوان كات، تجي عريضة واسعة زايدة بواحد نص سنتيم من هنا لوتور كامل، راهو ما يصلحش. هذا واش كان يدير درك، شوفوا البلاطو كيفاه ولا الطوموبيل تقعد مومبرية ويباطيني بزاف، يباطيني بزاف بزاف. المشكل انهم يبيعوا فيهم على اساس راه ميم بوان كات. شوفوا هذا كما يقولوا القسنطيني، يخلص لا ريفيرونس تاعو تخلص بالترون تروا، راهو ويبدلوا له لابيتي، يحطوا له لابيتي تاع ميم بوان كات، راهو ماشي تاع ميم بوان كات، راهو تاع لي اكسبريس ولا ديزناف تاع بكري، يجي فيها موتور 1.2. هذو مال 1.4 تلقاو في الرونو يخلص بال 50، ما نقول لكم 53 ولا 56 في الرونو، نسيتها لا ريفيرونس. وفي الفاليو لكن ما يفضش بال، ما يخلصش يعني بال 83 ولا 77، او ماهوش فاليو تاع دوريجين. دركا وتقطع الفاليو دوريجين، هاي لا ريفيرونس تاع الفاليو دوريجين 77. شوفوا لاكون تاعو كيف عريضه، وما زلت حتى ما حليتوش، جابوا لي مولاها ها. شوفوا لاكون تاعو كيف قد ما عريضه، هاو الفاليو. او عندي ديجا واحد من قسنطينه وعيط لي قلت له كي ما تلقاش هدايا ما كان لها تجيب لي طوموبيل. هذا دركا وزاد طلع سومتو، طلعت بواحد 200 ألف، كان يعمل في 800 وحاجه، دركا وفي المليون كومبلي، او عاد في المليون وطونك ما كانش، او في المليون بور لو مومون. ها هو خوتي، ولا هذا الميكانيزم قاعد يباطيني. شوفوا البلاطو وشوفوا الديسك اللي فيها يا خوتي، هذا ديسك ماهوش تاع لام بوان كات، راهو تاع لاردي الاكسبريس تاع بكري، وهذا تاع لام بوان كات تاع درك. هذه معلومة بركة بما تتكلحوش. ونسيت بان نقول لكم يا خوتي، راهو يجي هذا دوريجين تاع لام بوان دو سيز في، درك لقاوها في اللوغان والسيمبول جدد هذوما. لام بوان دو سيز في يجي فيها الديسك هذايا الكبير تاع لام بوان كات، نقولوا تاع لام بوان كات، بصح هي اللي راهي 1.2. فهمتوني خوتي، حتى اللوغان والسيمبول جدد، اما يجي فيها الديسك هذا العريض نقولوا تاع لام بوان كات، ما تقولوش عطيني تاع لام بوان دو، ترمو يعطيوكم هدايا. السلام عليكم. خوتي بغيت نعطي لكم معلومه اخرى، لقيت شويه زيت كوم هنايا في الواحد، قلنا احنا حلينا نبدلوا جوان تاع الفولوموتير، يبان جوان تاع الفولوموتير. شوفوا كيف لقيتهم خوتي، هذا مازلت ما مسيتوش، شوفوا الكارتر كيفاه بالسيليكون بزاف، راهو الجوان تاع الوحده وما يجيش فيه كيما هكا السيليكون يا خوتي، الجوان سبي جامي يجي بالسيليكون كيما هكا، جوان سبي راهو يقفل وحده لا سيليكون لا حتى شيء. فوالا ميم الجوان تاع الكارتير ما يجيش فيه سيليكون، اي حاجه جوان ما يجيش فيها سيليكون، الكاغت هو اللي يجي فيه سيليكون بار اكزومبل بما يودرش ولا حاجه نعاونوه، بس هذا جامي جوان سبي يجي فيه سيليكون. والسلام عليكم، هذه معلومه وسيله.